بعد تلقيها للدعم من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب، يقدم مجمع أكروديف بفرعه المتواجد بولاية البليدة وبوحداته الثلاثة للفرينة والسميد بالإضافة للعجائن الغذائية منتجاتها عبر نقاط بيعها الحالية والتي ستدخل حيز الخدمة شهر رمضان المقبل. مادة الفرينة عدنا يوميا 2775 قنطار من مادة الفرينة نوزعها على مستوى أربع ولايات: ولاية البليدة، ولاية العاصمة تيبازا، ولاية المدية. وعلى مستوى وحدة السميد عندنا 1000 قنطار إنتاج يوميا يتوزع على ولاية البليدة، ولاية العاصمة، ولاية تيبازا. وبالنسبة لوحدة الإنتاج العجائن عندنا 864 قنطار يوميا. المصنع العمومي جسد كل الإمكانيات والعمل 24/24 ساعة لتوفير زيت المائدة، أين يتم توفير 12,000 لترا يوميا من المادة الرئيسة بمدينة بوفاريك فقط. بوفاريك عندنا فرع من ديكوبادا، فرع من فروع شركة القابض لأكروديف، كنا نمولوها في الوقت يعني العادي، كنا نعطي لهم 10 طن تاع السميد من بليدة 10 ايام، الان نمد لهم 40 طن يوميا. بالنسبه للزيت في بوفاريك برك ديكوبا راهي تسوق تقريبا 12,000 لتر يوميا، وبين 10 و 14 طن من السميد يوميا. هي ارقام تكشف لاظهار حقيقه توفير الماده بالسوق، وتبقى ثقافه المستهلك في اقتناء المادتين الاساسيتين هو عامل من عوامل زوال مشكل التذبذب الحاصل ونحن على أبواب شهر رمضان.